سعدتم أوقاتا أيها المفكرون الصغار. أنا معلمة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال الروضة الثانية. سيكون درسنا لهذا اليوم هو درس حرف الواو. سنبدأ بمهارة الاستماع، وستقوم بدورك كمتعلم البكالوريا الدولية بالاستماع إلى القصة وإعادتها بلغتك الخاصة، وأن تتسم بسمة المفكر. قصة حرف الواو. في السوق. في السوق دكان فاكهة وخضار. قالت سمسم: أنا أحب الموز. قال سكر: أنا أحب الخوخ. قالت ماما: وأنا سأصنع اليوم طبق ملفوف لذيذ، وسأشتري الآن الليمون. النهاية. ثم ستنتقل أيها المتأمل إلى مهارة التحدث. ستقوم بدورك كمتعلم بتأمل لوحة حرف الواو، وتعبر عما تشاهد في هذه اللوحة، وتنتقل إلى قصة حرف الواو بعنوان الوطواط. ستقوم عزيزي المفكر بالاستماع إلى قصة الوطواط والتأمل في الصور الموجودة أمامك، ثم محاولة إعادة سرد قصة الوطواط بلغتك الخاصة. وهنا عزيزي المتأمل عليك القيام بتلوين الوطواط بالألوان المناسبة لشكله وألوانه بالحقيقة، وأيضاً أن تقوم بكتابة حرف الواو. بعد ذلك ستقوم بالانتقال إلى مهارة القراءة. هنا عزيزي المتواصل يكون عليك القيام بدورك كمتعلم في جزئية مهارة القراءة، فتقوم بتجريد حرف الواو وقراءة بعض الكلمات، ومن ثم عليك تمييز صوت حرف الواو. حرف الواو مع الفتحة، و حرف الواو مع الضمة، و حرف الواو مع الكسرة، و وأيضا حرف الواو مع المدود الطويلة وهي الألف والواو والياء. وا و وي. وسيكون أيضا عليك أن تضع دائرة حول الإجابة المطلوبة منك في الأسئلة. وهنا عزيزي المتواصل عليك أن تقوم بدورك في حل النشاط التابع لمهارة القراءة، وهو من خلال أن تضع دائرة حول الصورة التي في اسمها حرف الواو. وآخر مهمة لك عزيزي المهتم في درس حرف الواو هي مهمة مهارة الكتابة. ستقوم بتوظيف مهارة إدارة الوقت والالتزام بتلوين الصورة التي أمامك دون تخطي حدود الرسمة. وهنا عزيزي المتعلم في هذه الصفحة عليك كتابة حرف الواو لتعبر عن فهمك لما تعلمت، وذلك من خلال الكتابة بالشكل والاتجاه الصحيحين لحرف الواو. وهنا عزيزي المتأمل الصغير عليك أن تتأمل هذا النشاط وأن تختار الملابس التي تناسب ما أمامك من الصورة، فعليك اختيار الملصقات من آخر الكتاب. في نهاية الكتاب يوجد ملصقات لملابس الذكور والإناث. وهذا هو كل ما لدينا أحبة الصغار في درس حرف الواو.